من الأحداث اللي كانت ترند الأسبوع اللي فات وكلنا تابعناها حادثة عريس الإسماعيلية واللي تصدرت السوشيال ميديا، وبعد ما العريس ضرب عروسته يوم فرحها في الشارع بفستان الفرح. الغريب بقى أن الفرح بعدها تم عادي خالص، وده خلى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يتناولوا القصة دي، ومنهم عدد كبير من الفنانين اللي شافوا اللي حصل ده مش طبيعي، وأن المفروض أن مفيش راجل يمد إيده على ست. ومنهم آسر ياسين واللي كتب تغريدة على تويتر وقال فيها: جدي كان دايما يقول لي عارف الفرق بين الراجل اللي بصح والراجل الغلط؟ الراجل اللي بصح مراته تمشي قدامه ويصونها زي الملكة، أما الراجل الغلط هو اللي يجر مراته وراه ويمد إيده عليها. مش بس آسر ياسين، ده كمان في عدد كبير من الفنانين اللي اتكلموا وعلقوا على الموضوع، وكان أغلبهم متضايق طبعا من الفكرة ومن إنه راجل يضرب مراته أيا كان السبب إيه. الحقيقة الموضوع كله على بعضه أثار غضب ناس كتيرة جدا، وخصوصا بعد ما بدأ العروسين يظهروا مع بعض في وسائل الإعلام، والعريس يقول إن الموقف ده عادي وإنه بيحصل كتير. واللي أغضب الناس أكتر بقى كلام أخو العروسة واللي قال إنه عادي وإنه ممكن يضربها وهو ابن عمها مش بس جوزها.